طيب هنتابع معاكي تفاصيل ده لما تلتقوا مع المسؤولين وتوصلوا لمعلومات نهائية حول هذا الأمر. ممكن نعمل فقرة مع نواب المنطقة عشان نقدر نعرف يعني نقول للناس ونساعد إن احنا نقول للناس ونسمع رأي الناس أيضا في هذه القصة. يعني دورنا كمان إن احنا ممكن نساعدكم في هذا الأمر. يا ريت يا أستاذة لميس، وخاصة بعد إذنك أنا ليا طلبين هامين جدا. بتمنى إن جميع معايا بتمنى جميع السادة النواب في الحقيقة يوافقوني عليها. أولا إن التعويض الاجتماعي أو حق القاطن لا يخصم من تقدير العام للوحدات، زي ما حصل قبل كده في سرقة الزمر من جهاز تعمير القاهرة الكبرى لما أدت ثلاث تعويضات. احنا نتمنى ان احنا نمشي على نفس المسيره وما يتخصمش الرقم بتاع التعويض القاتن من اي تعويض بعده. يبقى في ثلاث تعويضات مش تعويضين. طيب ده الطلب الاول. الحاجه الثانيه، احنا عندنا وحدات في وعمارات في ارض المطار، احنا عندنا 159 عماره، والعماير دي تاخد منها جزء صغير تم شراءه او بيعه، وما زالت عندنا وحدات سكنيه كبيره جدا. طب ما ممكن الناس تروح تسكن فيها مؤقتا لحد ما تشوف. مش مؤقتا يا فندم، على الاقل يبقى ليهم الاولويه في التمليك، لانهم هيزالوا تماما ومش راجعين تاني. الطلب ده انا طلبته قبل كده من السيد رئيس الوزراء في ترعه الزمر، وللاسف الشديد ما حصلش. اتمنى ان هو يحصل، واتمنى الساده النواب يكونوا معايا فيه بان يكون الاولويه للوحدات بتاعت شارع بتاع الأرض المطار لكل الإزالات الموجودة في إمبابة، لأن الوحدات دي أصلا اتبنت من أجل تطوير شمال اللي هو إمبابة. منطقة إمبابة أولى بيها أصحاب إمبابة. طبعا طبعا معاكي حق، معاكي حق، وبشكرك على هذا المقترح، ونتمنى بعد ما يكون عندك معلومات ان احنا يمكن نعمل لقاء اخر بين حضرتك وباقي النواب. بشكرك النائبه نشوى الديب عضو مجلس النواب عن امبابه.